تكون معهد سميح دوزة من خط إنتاج تابلت للأقواس الصلبة والكبسولات. في عندنا خط الإنتاج من A to Z في إنتاج الحبوب من لحظة التوزين حتى لحظة البليسترينج أو الباكيجينج بشكل عام. نفس المواكن الموجودات في مصانع الأدوية ولكن in small scale. بنخلط خلطات صغيرة للماسترز فايل، وبشكل رئيسي هي وحدة R&D بحث وتطوير. شركات الأدوية R&D في شركات الأدوية بتعاونوا معنا، R&D في شركات الأدوية العالمية برضو والأردنية تعاونوا معنا. اشتغلنا مع بعض أكثر من صنف حاليا موجودات في السوق. ماكينة الكبس عندنا فيها 9 داي و 9 بانج، ماكينة الكبسولات فيها تكبس 10 حبات في اللفة الواحدة. هيك بساعدنا تحديد الباراميترز، هيك بساعدنا تحديد المواصفات لكل حبة دواء بدقة متناهية جدا جدا. ايضا في عندنا مختبرات تحاكي مختبرات مصانع الأدوية. في عندنا أجهزة HPLC، في عندنا غاز كروماتوغرافي، في عندنا LCMS، في عندنا Stability Studies. هذا ما يميز مصنع سميح دوزة، إنه في عندنا 3 Chambers Stability Studies. برضو في مواكن خلط، في مواكن كبس، في مواكن تابعة كبسولز. مهمتنا الأساسية اللي هي إدخال تكنولوجيا جديدة لصناعات المستحضرات الدوائية مبنية على أبحاث منشورة في مجلات عالمية، مبنية على خبرة أكاديمية ممزوجة مع خبرة في التصنيع الدوائي. هيك بنقدر ننتج جيل من الباحثين الذين يحملون خبرة الماضي وتكنولوجيا المستقبل من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي. نطمح لتعاون أكبر مع شركات الأدوية، نطمح إن إحنا نكون النواة الأولى في كل دواء بيطلع على السوق جديد. نطمح للتعاون مع المفكرين، نطمح للتعاون مع الباحثين أجمعين. بابنا مفتوح لكل من أراد أن يبحث في مجال الصناعات الدوائية، بابنا مفتوح لجميع المعاهد، لجميع المراكز.